دي خرج مع 4 نهار 3 الاول رمضان ما عاودش رجع 14 يوم وانا كنقلب حتى بلاصه ما مشيتش ليها، مشيت للسبيطارات اي بلاصه. داز 12 يوم عاد صيفطوا لي عيطوا لي الكوميساريه يلاه فيجي. مشيت قالوا لي راه ولدك لقيناه، راه الدار البوليس ديال الدار الحمراء شدوه، دو البوليس وداوه دفعوا للمحكمه، والمحكمه صيفطاتو لبن سليمان السونتر ديال بن سليمان. ما علمونيش ان راه ولدي شدوه وصيفطوه لبن سليمان، وانا كنقلب عليه. وعاد باش عيطوا لي في الولايه مشيت في لافيجي قالوا لي راه ولدك راه لقيناه، راه هو صيفطوه لبن سليمان. وانا جميع السونترات اللي كاينين في كازا واللي كنعرفهم مشيت قلبت فيهم. وانا جيت ما لقيتش الوكيل المالي، لقيتو مشى. انا دابا كنطلب منهم يعطوني غير ديك الورقه باش نمشي نجيب ولدي من الجمعيه. سميتي رشيده، كان المشكل اللي عندي وهو ولدي خرج مع 4 نهار 3 الاول رمضان ما عاودش رجع. كنقلب عليه، مشيت للدوزيام درت الديكلاراسيون في الدوزيام ودفعوا لابيجي 14 يوم وانا كنقلب حتى بلاصه ما مشيتش ليها، مشيت للسبيطارات اي بلاصه كيقول كتجيني في بالي مشيت قلبت عليه. داز 12 يوم عاد صيفطوا لي عيطوا لي الكوميساريه لابيجي مشيت عاد كان لابيجي الولايه في الولايه عيطوا لي في الولايه مشيت لابيجي عاد باش قالوا لي راه ولدك لقيناه، راه الدار البوليس ديال الدار الحمراء شدوه ولقاوه في رياض الولفه نهار 3 مع جوج الليل، النهار اللي تودر فيه شدوه البوليس. وانا دايره الديكلاراسيون نهار الاربعاء لغد ليه، شدوه البوليس وداوه دفعوه للمحكمه، والمحكمه صيفطاتو لبن سليمان السونتر ديال بن سليمان. ونهار 3 اللي تودر فيه نهار 3 مع جوج الليل، انا 12 يوم وانا كنقلب والمحضر ديالو في لابيجي في الولايه. ما علمونيش ان راه ولدي شدوه وصيفطوه لبن سليمان 12 يوم وانا كنقلب، وما قالوش ليا راه الدري راه عندنا في الدار الحمراء راه شديناه ولا بغي. عاد تقدم في المحكمه ديال عين السبع وصيفطوه لجمعيه بن سليمان. عرفتش انا واش هو ما واش قال لهم هو واش عنده ما عندوش والدي ولا المهم هو عطاهم الكنيه وسميه غالطين، ولكن انا عطيت التصويره ديالو، تصويرته كاينه في لابيجي. ما عرفتش انا كيفاش هاد الدري حتى ما عرفوني، انا دايره ليه الديكلاراسيون هما ما علمونيش ما عرفوش راه ولدي. 14 يوم وانا كنقلب عليه، وعاد باش عيطوا لي في الولايه مشيت في لابيجي قالوا لي راه ولدك راه لقيناه، راه هو صيفطوه لبن سليمان. تفاجات بانه جابوه للمحكمه والمحكمه صيفطاتو للسونتر ديال بن سليمان. وانا جميع السونترات اللي كاينين في كازا واللي كنعرفهم مشيت قلبت فيهم. اللي قلبتي في السونتر ديال كازا كلهم؟ كلهم مشيت قلبت فيهم. وخليتي فيهم كلهم سبيطارات لاموغ في الجرادي المحطه، بابا كيقلب بالليل بالنهار كان ما كنخلينا فين قلبنا ما لقيناهش. شحال في عمر هاد الدري؟ 12 عام. 12 عام تيقرا؟ 12 عام حاتيمي غالي سميتو. راه درنا مواقع التواصل كاملين كلهم حطيناه في اي بلاصه درناه فيها وما لقيناش هاد الدري. حتى كيفاجئوني مصيفط البوليس قال لك راه شديناه، ونهار اللي تودر شدوه ولا غد ليه نهار الاربعاء داوه للسونتر. الدري هذا 12 عام في عمره، شنو اللي خلاه يفكر يخرج من ما عرفتش انا صيفطو غير يتسخر، ما عرفتش انا عطيتو خرج غير يتسخر من الحانوت حدايا في الزنق حدا الزنقه ديالنا، ومشى ركب في الطوبيس ومشى رياض الولفه. هادشي اللي قال لبابا مني مشى عنده بابا للسونتر، هادشي اللي قال لبابا، قال لي انا ركبت في الطوبيس ومشيت رياض الولفه. هادشي اللي قال لبابا، شي حاجه اخرى ما باقي ما عرفتش. دابا حاليا الدري اللي مشيت نشوف السونتر واش هذا كيدير الحاله ديالو؟ شافوا بابا قال لك عادي دخل لقاه عادي، ديك السونتر بدلوا ليه دوشوا ليه مهلين فيه قال لي بابا، ولكن الدري باغي يجي معانا. ايه مشى بابا باش يشوفو في السونتر لقاه عادي دوشوا ليه وبدلوا ليه حوايجو، ولكن الدري باغي يجي معانا ما باغيش يبقى تما في الجمعيه.
علاش انك جيتي للمحكمه هنايا؟ جبت جيت باش قالوا لي يطلبوا مني شي اجراءات باش نعطيهم اليوم هنا، عاد يعطوني الورقه باش نمشي ناخذ ولدي من السونتر. كما انا كنطلب منهم يعطوني الورقه باش نمشي نجيب ولدي من الجمعيه. ها انا جبت الاجراءات ديولي كاملين، انا جيت ما لقيتش الوكيل المالك، لقيتو مشى. انا دابا كنطلب منهم يعطوني غير ديك الورقه باش نمشي نجيب ولدي من الجمعيه.